إذا ارتكبت الأفعال المذكورة في المادة 13 خلال وعلى آله وصحبه أجمعين. 15 الهدف من تنظيم مثل هذه الأيام الدراسية هو شرح والتعريف بالتدابير والإجراءات الجزائية اللي جات في هذا القانون. الجمهور المستهدف هما طبعا المتعاملين الاقتصاديين مهما كان طبيعتهم أو نشاطهم التجاري، خاصة المنتجين، الموزعين، تجار الجملة، ولما لا حتى الفلاحين طبعا باش يعرفوا يعني واش جا في هذا القانون ويتجنبوا مثل هذه الممارسات الغير الشرعية اللي في الأخير يعني تمس طبعا المستهلك أو المواطن الكريم.